ايوه يا شريف، ايوه الدقايق والبقال هيكون جاهز. طب مع السلامه يا منى. منى بيرد على التليفون بره عشان انا مشغول بالمقال. اذا كان حد عايزك اقول له ايه؟ اتصرفي يا ستي بقى. الله، انا مشغول بقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راجل انت هتجنني، مش انت اللي مناديلي؟ ما هو لازم تشربي كوباية اللبن دي قبل ما تنزلي، مش معقولة هتروحي الكلية على لحم بطن. صدقيني يا ماما ماليش نفس، حاسة بدخل. ليه يا حبيبتي مالك؟ طب خلاص بلاش نروحي الكلية النهاردة. لا يا ماما، النهاردة بالذات عندي محاضرات مهمة. غلبتوني معاكم، هرد على التليفون. ألو، أيوة مين؟ قولي للأستاذ لو ما بطلش يكتب الكلام الفارغ بتاعه ده أنا هقطع له إيده وبعدها لسانه، عشان لا يكتب بإيده ولا ينطق بلسانه. هو ما فيش قدامه إلا المخدرات وتجار المخدرات، ما يشوف الاختلاسات ولا الرشاوي ولا العمارات اللي عمالة تقع. أظن كلامي واضح، وقد أعذر من أنظر. سلام. ألو، مين بيتكلم؟ حسن، الحقني. ايه يا منى؟ في ايه ده؟ في ايه؟ واحد من تجار المخدرات كان بيهددك في التليفون. ما تهديش في بالي. ما خدش في بالي، هي حصلت انهم يكلمونا في التليفون يهددونا كمان يا حسن. انا نفسي افهم انت هتوصلنا لحد فين بس. طب اهدي كده وانا هغير لك نمر التليفون يا ستي. مرام مالك يا ساره؟ مالك؟ لا منى في مالك يا حبيبتي؟ حاسه بوجود فظيع، مش قادره. جرى لك ايه؟ حسن كلم الدكتور في التليفون بسرعه يجي يشوف البنت. حاضر. ايه يا ساره؟ مالك حبيبتي؟ في ايه؟ ما تخافش يا بابا، انا كويسه. الدخان اتعودت عليه. الو؟ ايوه، صباح النور يا رشدي بيه. عماره؟ عماره ايه؟ عماره النهارده الفجر في المعادي؟ طب متشكر قوي قوي قوي، مع السلامه. معلش. ابعتي اخوها يجيب دكتور وطمنيني في الجورنال. هو انت فاضي تجيب دكتور لبنتك؟ ما كفايه عليك شغل الجورنال. جرى ايه؟ ايه الحكايه؟ عايزاني اسيب شغلي واقعد كده في البيت اطبخ وانضف وحضرتك تنزلي؟ ما تتكلمي عدل. امال جرى ايه يا حسن؟ شايفني بتكلم معوج ولا ايه؟ لا معوج ولا عدل. بنتك زي الفل اهي، وابنك يروح يجيب الدكتور ويطمني. الو؟ ايوه عوض. ايوه انا حسن، انا رئيس التحرير. ايه الحكايه؟ مفيش ولا خط مباشر فاضي؟ طب اسمع، وصلني بشريف حالا. قال ابني قال. هو انت فاكر ان ابني فاضي؟ ابنك بيخرج كل يوم من الفجر ما بيرجعش الا في وسط الليل، وانا نفسي مش عارفه ماله اليومين دول، احواله مش عجباني. هو ده وقت الكلام ده؟ ما انا كويسه يا ماما، هي كل ما تجيني الدوخه دي حضرتك توهميني. لا انا مش ممكن اسكت على الحال ده ابدا. ايوه يا شريف. ايوه اسمع يا شريف، بعت مين يغطي الحادث بتاع عمارة المعادي؟ معادي ايه؟ ايه يا شريف؟ انت معرفتش لغاية دلوقتي؟ معقول يا شريف؟ خبر مهم زي ده ما تعرفوش لغاية دلوقتي؟ طب قول لي مين عندك من المحررين؟ كمان محدش لسه جه؟ طب اسمع، ابعت لي مصور حالا على مكان الحادث، واخصم 3 ايام لكل محرر من محرري الحوادث، وانا هكلمك اما اوصل. انت خارج برضو يا حسن؟ لما اكون بلبس بدلتي هكون رايح فين يعني؟ ساره بنتك باين عليها تعبانه قوي كده. طب هاتي التليفون وانا اطلب الدكتور على حالك. الو؟ ايوه يا شريف. ها؟ جهزت لي المصور؟ طب عال ابعت لي حد ياخد المقاله. ايوه، وابعت معاه بروفة الصفحات اللي خلصت من الطبعه الثالثه. ها؟ ايوه، في مكان الحادث عند العماره اللي واحد.
مع السلامة. طبعا العمارة والمقالة وشغلك في الجورنان أهم من بنتك وأهم من ابنك أحمد وأهم من الدنيا كلها. طيب يا حسن. انا مش عارف يا اخي هتفضل قفل كده لحد امتى؟ هو عشان بحترم نفسي هيبقى في نظرك قفل؟ واحده ضحكت لك اضحك لها. ولا انت خلاص طالما اقول لك في البيت ما تكلمش حد غريب يبقى مش هتكلم حد غريب. عيش معانا، عيش همومنا، عيش مشاكلنا، ما حدش واخد منها حاجه. يا ابني احمد زي والده، راجل ما بيسيبش الجورنال ليل ولا نهار، يبقى احمد كمان مش هيسيب الكتاب ليل ولا نهار. ابن الوزع وانا يا سيدي. غصب عنكم كلكم. انا بحب بابا وبحترمه قوي. ولو اني مش راضي عن اسلوبه. الشغل في حياة بابا هو كل حاجة، ولو أنا كنت زيه ما كنتوا شفتوني دلوقتي ولا عمري قعدت معاكم. وبعدين أنا لازم أسيبكم دلوقتي عشان هحضر محاضرات الدكتور الجبالي، وبعدها عندي تمرين مع الكابتن فودة. سلامة شلة فسكونيا. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ها عملت ايه؟ انا اخدت مجموعه من الصور ان شاء الله احنا هننفرد بيها. انت هتصور سياده المحافظ على انا مجمع شويه معلومات منه. حاضر يا فندم، اتفضل. شفت خراب بينا من المقاولين؟ هو عدد الضحايا وصل لكام يا فندم دلوقتي؟ قرب من 100. طبعا هندفع تعويضات للناس وهنضطر نسكن الباقيين في مساكن الايواء العاجل. ومقاول العماره يا فندم. مقاول؟ حياتك تهتم بالنقطه دي يا حسن. احنا هنحوله للتحقيق. الحمد لله على السلامه يا بهواك. لسه جايين دلوقتي. على العموم الكلام مش هنا، الكلام في الجورنال. اتفضل بروح يا فندم. الراجل ده مش هتهد شويه؟ فاضل له كام يوم ونحل على المعاش. معاش مين يابا؟ اللي زي حسن ده بيمسون وسنه بسنه، ضروري هو مسنود. اطلب لي شريف في الجورنال. اللي حبت عيني عليه يا اختي اهو، لف ودخل لحد ما ورمت رجليه من كتر اللف يدور على شقه، ولما لقاها العماره وقعت واتدردكت ليله دخلته. ايوه يا شريف. الشغل كويس. بس بقول لك ايه؟ الحكايه بتاعت الست سوسو اللي اتطلقت دي انا قريتها 100 مره. ارجوك يا شريف بلاش الاخبار الشخصيه دي. اسمع، في صفحه الرياضه شيل صور اللعيبه من وسط الصفحه وحط بدلها لقطه من الماتش احسن. ايوه. اسمع، واعمل تحقيق في اول جورنال في الصفحه الاولى وخلي المانشيت بتاعه كده: المخدرات من والى اين؟ انا هخلص هنا اهو وهعصركم في الجورنال على طول. انا رايح المستشفى اطمن على المصابين، تحب تيجي معايا؟ انا تحت امرك يا فندم. ايوه كابتن. مالك ما نمتش؟ السهره كابتن. سهر ايه؟ قصدي يعني سهر المذاكره. اسمع، من قديم الازل يقال ان العقل السليم في الجسم السليم، يعني تنام بدري تقوم بدري، تذاكر احسن تستوعب احسن، تقدر كمان تزاول نشاطك في المحاضرات.
اتفضل دلوقتي غير هدومك وتعالى لي التمرين بكره. حاضر يا كابتن. اه ريانا اه يا دروعي. اه يا نبات سلامتك. دروعي مجزز يا باشا. لا اضعك يا كابتن. يا سيدي كيف؟ وانت بدات عموما الحالات الخطرة اللي محتاجة للسفر برا هنعمل لها الإجراءات اللازمة ونسفرها على طول. شكرا. اهلا وسهلا. خير؟ انت ما تعرفش ان بنتك ساره عندنا ولا ايه؟ عندكم بتعمل ايه؟ تعبانه شويه. لا تعبانه عندها ايه؟ لا ابدا حاجه بسيطه، هي في الدور الثالث حجره 12. لحظه واحده. هي عندها انيميا زي ما حضرتك عارف. ايوه. والظاهر انها اهملت شويه في العلاج فضغطها وتي وده اللي عمل لها الدوخه. أيه. على العموم انا عملت اللازم وممكن تخرج اخر النهار. كتر الف خير يا دكتور، شكرا قوي. سارة ازيك دلوقتي يا سارة؟ الحمد لله يا بابا. على فكرة الدكتور علاء طمني وقال لي انك ممكن تخرجي النهاردة اخر نهار. وانا متأسف على اللي حصل مني الصبح. اصل على العموم انا اول ما اوصل للجورنال هبعت لك العربيه بالسواق، يمكن تكونوا عايزين حاجه. متشكرين قوي يا حسن، كتر خيرك، احنا مش محتاجين اي حاجه. على الاقل توصلكوا البيت بعد ما تتشال المحاليل دي. هنروح في تاكسي زي ما برضو جينا في تاكسي. منى انت اليومين دول بقيتي عصبيه قوي قوي وما بقيتيش تستحمليني خالص. اشحال ما كانتش عشرة 25 سنة دلوقتي، يعني المفروض تكوني حفظتيني صم. حسن بيه سيادة المحافظ بيسأل على حضرتك. حاضر أنا جاي له حالا. أنا هوصل عشان الساعة. أه لا اتفضل اتفضل اتفضل. حاضر. عاوز. باي باي بابا. مع السلامة. صور حلو. ثواني وهقول لك التعليق اللي هتكتبه تحت الصورة دي. عايز الصور على ثلاث عواميد، وعايزك تنشر لي صورتين في صفحة ستة، صورة العروسة والعريس والطفل الصغير ده. حاضر يا فندم. في عندكم ايه تاني النهارده؟ في اجتماع لمجلس الوزراء وتقرير لماتش الاهلي وموضوع عن ازمة انابيب البوتاجاز. لازم تاخد جيزة عشان تشتغل كويس. معلش يا فندم، اصل الظروف اليومين دول متلخبطه شويه. يا ابني كلنا لو بصينا لظروفنا نلاقي ظروفنا متلخبطه، انما اللي يشتغل شغلتنا دي لازم ينسى كل حاجه في الدنيا، ان شاء الله ينسى نفسه. معلش يا فندم، كنت عايز بس حضرتك في زحمه الشغل دي تشوف الخبر اللي انا جايبه. لا فعلا ده خبر كويس يا شريف. بقول لك ايه؟ نعم. انشره في الصفحه الاولى واكتب كده في مقدمة الخبر: بناء على التحقيق الذي نشرناه بالأمس قرر المدعي العام الاشتراكي استجواب فرغلي أبو الليل وسؤاله عن مصدر ثروته المفاجئة. حاضر. واصرف 50 جنيه لعلي يمكن ظروفه تتحسن. شكرا يا فندم. شايفين النجاح بيعمل ايه يا جماعة؟ أنا فرحان قوي بالتحقيق ده لسببين. أولاً إنه بيحارب الجريمة وده دورنا وبيؤكد نجاحنا، ومن ناحية تانية بيزود التوزيع ودي أهم حاجة عند الصحفي. ألو؟ أهلاً وسهلاً رشدي بيه. إيه يا راجل اللي أنت عامله في الجورنال ده؟ أنا مش متفق معاك تأجل موضوع المخدرات ده شوية لغاية ما تخلص تحرياتنا وبعدين نبقى نشتغل مع بعض. أولاً أنا ما وعدتكش بحاجة رشدي بيه.
وبعدين انا مهمتي ان اجمع الادله والمستندات واكتب طول ما في ايدي ماده للكتابه. انا خايف عليك يا حسن، انت لازم تعرف انك بتحارب كلاب مسعوره، والمفروض ما تفتحش على نفسك جبهات متعدده وفي وقت واحد. ولا انت عايزني اعلمك التكتيك كمان؟ انا يشرفني ان اتعلم التكتيك من ضابط بوليس عظيم زيك يا رشدي بيه، انما انا كمان ياما علمتك التكنيك، ويا اخي ياما علمتك اللغه العربيه الفصحى في روض الفرج الثانويه. ولا انت نسيت؟ ان كنت ناسي افكرك. لا تفكرني ولا افكرك، انا بكلمك لان سياده الوزير كلمني من شويه وطلب تشكيل فرقه لجمع ورصد المعلومات عن كل اللي قلته في الجورنال النهارده. ايوه يا سيدي، وطلب مني كمان ابلغك اذا كان عندك اي خطوط جديده تفيدنا في البحث بتاعنا، يبقى ده تعاون مشكور وجميل جدا. انا طبعا يشرفني يا رشدي بيه ان اتعاون معاكم، بس انا كل الاخبار اللي بتجيني بنشرها في الجريده على طول، وده دايما بيسبب مشاكل معاكم، عشان كده تلاقيني ماشي على المثل اللي بيقول صباح الخير يا جاري انت في حالك ولا في حالي. بس مش معنى كده ان اذا جالك اي اخبار جديده او اي حاجه لازم تسيب لي بيها خبر يا رشدي. طيب مع السلامه. الو، مين؟ ايوه انا. فين؟ في طريق الوطن. وهو ايه اللي وداه هناك؟ طيب على العموم انا جاي حالي. خير يا فندم. احمد صدمته عربيه في المؤطر. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك لطفا فيه. انا جاي معاك يا فندم. ايوه اقف، هو ده الظاهر اللي كلمني. حضرتك الاستاذ حسن رئيس تحرير الجريده؟ ايوه انا. انت اللي كلمتني في التليفون؟ ايوه. احمد ابني فين؟ اتكلم انت. احمد فين؟ اطمن خالص سيادتك على احمد بيه. اصل ولا مؤاخذه ما كانش في طريقه ثانيه غير كده عشان نعرف نقابل سيادتك على الانفراد. انفراد ده يعني ايه؟ انا اصلي جاي لسيادتك في موضوع خاص جدا. ممكن سيادتك تيجي بس شويه كده يا جدع؟ انت اتكلم انت، انت عايز مني ايه بالظبط؟ ما انا قلت لسيادتك ده موضوع خاص وانا فيه مجرد رسول. من عند مين؟ لا لما نبقى لوحدنا. يا جدع انت اتكلم، ده مش غريب، ده الاستاذ شريف مدير تحرير الجريده. اتكلم. لا ارجوك اعفيني من الكلام قدامه. ليه؟ هو سر تقريبا. انت عايز ايه بالظبط يا جدع انت؟ ايه الحكايه؟ اذا كان عندك اي حاجه عايز تقولها اتفضل قولها، انا ما عنديش وقت، دول 10 دقايق ما فيش غيرهم اللي عندي عشان الحق اجتماع مجلس التحرير. عموما ما على الرسول الا البلاغ، وانا مجرد رسول جاي من طرف واحد لسيادتك اتهاجم النهارده من الجرنان بتاعكم. هو مين ده؟ فرغالي بيه ابو الليل. لا كده ريحتني، وانا اقول ايه شغل العصابات ده؟ اذا كان فرغالي بيه عنده اي حاجه عايز يقولها وعنده دفاع عن نفسه يتفضل يكتبه ويبعتوا لي الجريده وانا انشره في نفس المكان اللي كتبت فيه المقال بتاعي. انما اللي زي فرغالي بيه ده انا هاجمته قبل كده، هاجمته امبارح وهاجمته النهارده وههاجمه بكره، وهفضل طول ما انا عايش ههاجمه، لان الصنف ده بيخرب شباب بلد بحالها. فاظن من حقي ان ادافع عن شباب بلدي اللي انا عايش فيها. ولا انت عندك كلام تاني؟ هو مكلفنا سلم سيادتك الامانه دي. طيب اديها للاستاذ شريف. اتفضل يا استاذ شريف. في ايه يا استاذ شريف؟ خير؟ خير يا فندم، شيك على بياض لحامله. تقدر تقول لي لازمته ايه الكلام ده يا استاذ؟ انت قلت لي اسمك ايه؟
عبد الغني ابراهيم يا بيه. تقدر تقول لي لازمته ايه الكلام ده يا استاذ عبد الغني ابراهيم؟ ما انا قلت لسيادتك سعاده البيه انا مجرد رسول، وبعدين في شيء مهم جدا عاوز اقول لك عليه. الشيك ده ممكن يتحط فيه اي مبلغ لحد رقم المليون دولار. يا سلام، وبالدولار كمان. فرغالي بيه لا يتعامل الا بالدولار يا فندم. تقدر تقول لي مقابل ايه المبلغ ده؟ حملة اعلانات لشركات ومصانع فرغالي بيه تقوم بيها الجريدة بتاعتكم. تسمح توريني الشيك ده يا استاذ شريف؟ اتفضل. يا استاذ عبد الغني، ممكن تقول لي انت مديني المليون دولار دول مقابل ايه بالظبط؟ الحملات المستمرة على فرغالي بيه بدأت تقلقه، وهو بيقدم الشيك ده كمحاولة لإثبات حسن نواياه، ومن ناحية تانية لتكثيف وإبراز دور شركاتنا من خلال شوية إعلانات عندكم. اتفضل روح اركب عربيتك وقول للبيه بتاعك إنه وقع نفسه في الفخ بإيده. الشيك ده أنا هسلمه للنيابة، وعليه إنه يثبت هو ليه مديني الشيك ده. على فكرة فرغالي بيه ما وقعش في الفخ ولا حاجة. الشيك اللي مع حضرتك ده مش من حسابه، ده باسم وهمي وكمان لحامله، يعني حضرتك لقيته في الشارع. سلام. اطلع يا ابني. رفض يقبل الهدية. قلتلي على العموم ده اللي كنت متوقعه. لا ما تخافش، انا عندي خطط بديلة. انت كنت قلتلي انه عنده ولاد قد ايه؟ عنده 2 في الجامعة، احمد وسارة. انا عايز يتعمل لي تقرير شامل عن الاولاد دي، مفهوم؟ لما اشوف انا ولا انت يا حسن يا فريد. بابا. عنين بابا، ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس. وعدت الدكتور اني امشي على العلاج. لا بس انت لازم تتغذي، لان الغذاء اهم من العلاج. هو قال لك تقعدي في البيت قد ايه؟ ابدا، الدكتور قال اتحركي عادي، واذا عايزه تروحي الكليه روحي. ايوه بس انتي لازم ترتاحي لك كام يوم في البيت. حضرتك كده بتوهمني. بالحق يا بابا، هو احمد اخويا راح فين؟ احمد؟ والله يا بنتي ما انا عارف. على فكره يا ساره، رحت لك المستشفى امبارح بالليل لقيتك خرجتي، قلت اجي لك بعد محاضرات النهارده لقيتك واقفه قدامي. الحمد لله يا صفا، جت سليمه. طيب يا ست، كنت تستني يوم او اثنين وكنت تشوفي احنا كنا هنعمل لك ايه؟ وانا بقى كنت هجيب لك ورد، وانا عليا علبه شوكولاته، وانا بقى عليا. هتفرس. يلا يا جماعه احنا هنفضل واقفين كده، يلا عشان الدكتور زمان دخل محاضره. على فكره يا ساره، النهارده الجامعه كلها ملهاش كلام الا التحقيق اللي عمله بابا عن المخدرات في الجرنان. حقيقه يا صفوت الناس مبسوطه؟ طبعا يا ساره، الموضوعيه والصدق والامانه. وبعدين بيقول ان كل اسرار اللعبه في ايده، وانه سيولي نشر كل ما دار في الكواليس، يعني هيخلي اللي ما يشتري يتفرج على الناس المجرمين دول. عالم غريب مخيف. لكن هو انت بتساليني، هو انت ما قريتيش جرايد النهارده ولا ايه؟ بابا اللي علمني اني لما احب اعرف حاجه بالظبط اتجاهلها تماما. تعرفي يا ساره، هقول لك على سر يمكن محدش يعرفه. انا اللي قربني ليكي هو والدك. انا من زمان جدا، يمكن ايام ما كنت في ثانوي وانا بتابع كل مقالاته، يمكن كنت بعتبره مثلي الاعلى. الراجل ده هو اللي حببني في القرايه والكتابه. لكن معقوله يا ساره يجي يوم من الايام اكون فيه زي والدك؟ كلنا بنبدا صغيرين يا صفا. الا والدك، من يوم ما وعيت على الدنيا وانا شايفه كبير، لكن عمري ما قريت له حاجه كده ولا كده. تعرف يا ساره، انا من يوم ما خطبتك ما قعدتش معاه يمكن مرتين ثلاثه. نفسي اقعد معاه. مش لما نبقى نقعد معاه احنا الاول؟ الاوراق دي
جايه من مؤسسه النشر الاهليه. شكرا قوي قوي، انا كنت مستني الاوراق دي فعلا. بقول لك ايه؟ خدي الاخبار دي اديها الاستاذ مونجي في قسم الحوادث. الو يا شريف، تعالى لي شويه لو سمحت. ايوه، وخدي كمان الاوراق دي اديها للاستاذ امين، قولي له حسن بيقول لك راجعها واكتب رايك فيها وابعتها لي. حاضر يا فندم. ايه يا شريف؟ ما جيتش ليه لغايه دلوقتي؟ طب يلا تعالى بسرعه. والبوسته يا فندم؟ البوسته لا، اجليها بعدين لغايه ما اخلص مع شريف. معلش. تعالى يا شريف. اتفضل. دي مجموعة مقالات عن الحرب العلمية المدنية الأهلية، خد بالك؟ ودي بقى بتتكلم برضو عن المخدرات كأحدث وسيلة لضرب البلاد النهضة اليومين دول. النشر من النهاردة يا فندم؟ أيوة من النهاردة يا شريف. معنى كده إننا هنستمر في الحملة بتاعتهم؟ طبعا هنستمر يا شريف، ولا أنت إيه حكايتك؟ أنت ابتديت تخاف الجماعة دول ولا إيه؟ أبدا يا فندم، أنا كنت بقول نستنى شوية لغاية لما نشوف المدعي الاشتراكي هيعمل إيه، خصوصاً إن الداخلية بدأت النهاردة تتحرك في نفس الاتجاه بتاعنا. وماله يا شريف؟ اضرب الحديد وهو ساخن. أنا ناوي في الفترة اللي جاية دي أفرغ الجورنال كله لمحاربة المخدرات. في كل مكان هنكتب عنها، في صفحة الشباب والرياضة هنكتب عنها، في الاقتصاد هنكتب عنها، في أزمة الشباب الحقيقية وأزمة المساكن هنكتب عنها، مش هخلي حتة إلا لما نكتب عنها. ما هو لازم كده يا شريف، لازم نوصل لحقيقة الداء. مش ممكن أبدا توصل للدواء إلا إذا عرفت الداء، وأفتكر بالطريقة دي نبقى ماشيين صح. بس الكلام ده عايز مجهود خرافي. أنا مش هشتغل لوحدي يا شريف، الجورنال كله لازم يشتغل ويشارك. ويا ريت يا شريف تبلغ كل رؤساء الأقسام بالكلام ده، على انا محضر اجتماع مجلس التحرير وامضي البوسطه. الشغل لازم يبدا من النهارده ويبدا صح. تحت امرك يا حسن. تمام يا شيخ، مع السلامه. بقيت البوسطه احسن، في حاجات مستعجله. طيب بس لو سمحتي هكتب الخبر ده الاول، ولا اقول لك تعالي هاتيها. الو، اهلا. حسن بيه موجود. مين؟ الاستاذ ابراهيم الكردي. الو، اهلا يا كردي بيه. قلت لك مش هتصل بيه، يعني مش هتصل بيه. دي مناسبه خاصه. لا خاصه ولا عامه، انا خلاص تعبت. ابوكي سابني الحمل كله فوق دماغي انا. انتي وبقدر عليكي، انما اخوكي مانيش قادره عليه. بيخرج لي كل يوم من الفجر، ما يرجعليش الا بعد نص الليل. اساله كنت فين يا احمد؟ انا كنت بذاكر عند واحد صاحبي، اصل كان عندي ماتش، اصل كان عندي تدريب. اخوكي محتاج حكمه اب يتابعه ويحاسبه. انا خلاص تعبت، ساب لي الحمل كله فوق دماغي. ما انت عارفه بابا. بابا اهلا. وتعرفي بابا، بابا في بادئ حياته الصحفيه كان صحفي صغير، لكن ما تتصوريش قد ايه كنا بنحب بعض وفاهمين بعض، لدرجة انه كان بيقف معايا في المطبخ بيساعدني. انا اللي ست بيت ما كنتش اعرف اطبخ زي ما كان بيعرف هو يطبخ. كان دايما يقول يا منى على فكرة المطبخ ده هوايتي. يا ما اتفسحنا ويا ما خرجنا. تصوري لما كان بيروح الشغل كان كل نص ساعة يتصل بيا عشان يطمن عليا. معلش يا ماما، انت عارفة ان هو بقى مشغول دلوقتي من بعد ما بقى رئيس تحرير. مشغول 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 بالجورنال وبالمقالات. يا ريتنا نبقى مقال من مقالاته علشان يهتم بينا، كان بقى حالنا احسن من كده. انا مش عايزاك تزعلي قوي كده يا ست الكل، ده بابا طيب وحنين وهو ملوش بركه الا انت. ولا نسيتي لما تعبت السنه اللي فاتت ساب الدنيا والجورنال وقعد جنبك في المستشفى يقرا قران ويدعي لك، ولما حد يكلمه يقول ربنا يخلي لنا امكم يا اولاد، ولا نسيتي؟ لا لا يا ساره ما نسيتش، وعمري ما هنسى. بس هو دلوقتي اللي بقى صعب قوي.
كلميه عشان خاطري. سمعي. معقولة دي؟ منى هانم شخصيا طلباني وهي مش زعلانة مني؟ يبقى أكيد في حاجة مهمة طلباني عشانها. أكيد مهم، وإلا ما كنتش طلبتك. خلاص يا سيدي، مستعدة أعمل معاك معاهدة صلح عشان المناسبة دي بس. مناسبة إيه دي؟ مش هقول لك لما تيجي. على العموم أنا هاخد سارة وننزل على بال ما تيجي نشتري شوية حاجات علشان خاطر المناسبة اللي بقول لك عليها دي. حسن، هستناك على الغدا. لا أنا يمكن أتغدى في الجورنال. لا اتغدوا انتوا براحتكم. ايه؟ رايحين عند حماتي؟ خلاص سلموا عليها كتير. طيب بس خلي بالكم من نفسكم. مع السلامة. شوفي الغي طلبات الاجازات كلها. مفيش اجازات ابدا، واي حد يقدم لك اجازة قولي له مفيش وعلقي ده في اللوحة. مالك يا استاذ حسن؟ حضرتك تعبان؟ ابعت اجيب دكتور؟ لا لا مفيش داعي، بس ارجوكي استني بره دلوقتي وما تخليش حد يخش عليا ابدا. حاضر يا فندم. نحيط سيادتكم علما انه في تاريخه قد بلغتم سن الاحاله الى المعاش، برجاء تسليم المكتب بجميع مستلزماته إلى السيد المدير العام، ونحن إذ نشكر لكم ما قدمتموه في خدمة المؤسسة، نتمنى لكم دوام التوفيق والصحة. أعضاء مجلس إدارة الجريدة في انتظار حضرتك. حاضر. كان مفروض إننا زي كل يوم نناقش الجورنال اللي هيطلع النهاردة والجورنال اللي هيطلع بكرة، لكن للأسف وللأسف الشديد الخبر اللي سمعناه دلوقتي بخصوص إحالة حسن بيه للمعاش هيخلي الكلام يخرج بصعوبة. في الحقيقة إن الأسس اللي سيادتك عملتها في الجريدة دي كفيلة بالاحترام، والدروس اللي تعلمناها من سيادتك هتفضل علامة لينا على الطريق، علمنا الصبر والمثابرة وإنكار الذات. سيادتك أصبحت جزء من الصرح ده، وأنا شخصيا مش متصور إزاي هاجي الجورنال من غير ما سعادتك تكون موجود فيه، لكن تأكد إن جميع تعاليمك لينا هتفضل مستمرة وهنفضل نعتز بيها. أحمد حسن فريد، طالب ببكالوريوس الزراعة، متقلب المزاج، شخصية انقيادية، لا يستطيع مجاراة أصدقاء في المصاريف، يتميز بخفة الدم، ولذلك يحرص أصدقاؤه على لقائه شبه يوميا، أغلب سهراته بريئة. أما سارة فهي طالبة بكلية الآداب، ملتزمة، مواعيدها محددة من الجامعة إلى البيت، مخطوبة لطالب في الكلية اسمه صفوت. حكاية سارة وصفوت دي
خليها ورقة في ايدينا نلعب بيها بعدين. انا اللي يهمني دلوقتي يا احمد، لازم احرق قلب ابو علي. كده جيت لك على طول، ما رضيتش اعمل تليفون، عارفك وعارف عنادك، قلت هتعتذر ما عرفت اجي لك. بالعكس يا رشدي، انا النهارده محتاج لك قوي. انا تحت امرك. اتفضل استريح. انا النهارده رجعت من الشغل ماشي، تعمدت كده اني زي اول يوم ما رحت ماشي على رجليا، ارجع من الجرنان ماشي على رجليا. فضلت ماشي في شوارع كبيره وغريبه، وما بقتش عارف نفسي رايح فين ولا جاي منين. كان كل خاطر المعاش ده ما يخطر على بالي كنت اطرده من دماغي، لاني كنت واثق كل الثقه إن شغلي اللي بعمله هيخليهم يمدولي الخدمة. فجأة بصيت ما لقيتليش لازمة خالص، لأن في عز ما فيا نفس طالع ونفس داخل، فيا روح وفيا حياة ورغبة في الشغل. بصيت لقيت مطلوب مني اني الغي كل الطاقات اللي فيا دي. ما حدش قال كده. رشدي، انا بنقل لك احساسي بالظبط. خروجك عن معاش مش معناه انك تبطل كتاب. زي الموسيقار الموهوب او الشاعر، مش ممكن اجي عند سن الستين واقول له كفايه، انت بقى مطلوب منك ما تعملش موسيقى او شعر. بس هو ده اللي حصل. اللي حصل يا ابو احمد انك بلغت السن اللي ترتاح فيه من الاداره وبس، انما المك مطلوب يشتغل. المي؟ وفين قلبي ده؟ بقى انت يرضيك بعد العمر ده والخبره دي اقدم شغل ومعرفش اذا كان هيتنشر ولا لا؟ المفروض ما نسبقش الاحداث. ايوه ما نسبقش الاحداث، وانا بقى هريحهم من شرف قبول مقالاتي او رميها في سله المهملات. انا قررت اعتزل الكتابه. القرار ده بتاخده في لحظه غضب، انا ما انصحكش بقرار زي ده. أنا متشكر على شعورك ده يا رشدي. طب بكرة هتعمل إيه؟ بكرة ده بقى سؤال محيرني أوي. الحقيقة بكرة ده بقى سؤال ملوش طعم. أبو أحمد، أنت أكبر من الأزمات دي. أقول لك إيه؟ أنت مش مرة قلت لي إن في مؤسسة كبيرة طلبت منك تشتغل عندها مستشار، ما تراسلها. الشغلة الوحيدة اللي أنا بفهمها وأحبها وبحترمها هي شغلة الصحافة، أما المناصب لا. براحتك. طب استأذن أنا. بالسلامة. بيت بيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. 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 أهلا بيك. منور. ما لسه بدري. بدري من عمري. ما تتفضل حضرتك تقعد معانا نحتفل بعيد جوازنا. متشكر.
ما شاء الله ما شاء الله، كبرتي اهو، امتى هنفرح بيكي بالاستاذ صفوت؟ كبروا ما شاء الله. اذا كنا احنا بنكبر الولاد مش هيكبر يا رشدي ليه؟ ربنا يخليك. طب استاذنا. اتفضل حضرتك. انست ونورت. مع السلامه. مع الف سلامه. أهلا، مساء الخير يا منى. ازيك؟ ازيك انت؟ غريبة قوي، أول مرة يجي رشدي بيه في المعدة. لا أبدا، ده هو قال لي إنه كان معدي جنب البيت فطلع عشان يسلم عليا. ومستغربة برضو، أول مرة تيجي أنت في معاد زي ده. إيه حكايتك يا منى؟ رشدي جه هنا ليه؟ وأنت قاعد في البيت ليه؟ هو الواحد مش من حقه يقعد في بيته شوية؟ أما حاجة غريبة والله العظيم. ماما ارجوك ما تزعليش من بابا، اكيد في حاجه مضايقاه في الجورنال. يا بنتي هو انا قلت حاجه غلط؟ بدل ما يتنرفز ويزعق كده في قلب البيت يشوف ابنه فين لغايه دلوقتي. انت كده تمام، بيت راجل، طلعت الكسوف اللي كان جواك. ها هتقدر توصل لبيكو بقى ولا اجي اوصلك؟ لا 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 خليك مرتاح. انا عارف بيتنا كويس قوي، واذا تهت عنه فانا مش مغفل، العنوان مكتوب في البطاقه. شفت انا بقى ذكي ازاي؟ ذكي. ألف سلامة يا أبو حميد. خد بالك من نفسك. أنا باخد بالي من نفسي وباخد كل اللي بتديهولي. بس غريبة، أنت ما بتاخدش زي ليه؟ ها؟ حاجة غريبة أوي. ما غريبة إلا الشيطان يا راجل. يلا بقى، يلا أحسن يستعوقوك في البيت. صح، في دي بالذات عندك. سلام. سلام. الو، التعليمات نفذتها والزبون اكل الطعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حسن. جمعا إن شاء الله يا منى. الفطار جاهز. حاضر، أنا جاي حالا. أجيب لك الراديو الصغير يا حسن. ها؟ الراديو الصغير أجيبه لك. لا متشكر يا منى. الجرايد ما جاتش امبارح يا بابا. خلاص خلينا في النهارده. مال احمد فين؟ انا حاولت اصحيه فقال انه ما عندوش محاضرات النهارده. مالك يا بابا؟ مفيش حاجه يا بنتي. ايه ده؟ ده التليفون عشان تكلم الجورنال. مش هكلم الجورنال، وارجوك يا منى ما تعمليش اي حاجه بعد كده لما اطلبها منك. Thank you.
لو سمحت اسمح لي بالتليفون. اتفضل يا استاذ. شكرا. الو الاستاذ شريف لو سمحت. من العظم من العظم استاذ شريف. الو يا شريف. الو شريف، في حاجه يا استاذ؟ لا متشكر قوي. بابا اليومين دول زعلانة علشان بابا بقاله اسبوع بيتغدى معانا وما بيروحش الجورنال بعد الظهر. بالعكس، بس انا حاسه ان في حاجه اتغيرت في بابا. روحي كليتك انت وانا هتصرف. ارجوك يا ماما كوني لطيفه مع بابا. يا بنتي يا شقي، جايه بعد 25 سنه تعلميني اعامل باباكي ازاي؟ يلا بقى روحي الكليه احسن اخلص لك ودانك. لو سمحت هات لي قهوة عريحة. حاضر. مين؟ أستاذ حسن؟ أهلا يا عم سعد. إزاي صحتك؟ إزاي كده وإزاي الإخوة كلهم مش بخير؟ الحمد لله. اتفضل استريح. والله زمان أبو علي. أهلا وسهلا. على فكرة أنا بقرا لك كل كلمة بتكتبها في الجورنال. إنما قول لي أنت بقى لك كام يوم ما بتكتبش ليه؟ ألو. من فضلك ممكن اكلم الاستاذ حسن؟ مش موجود؟ طب لو سمحتي ممكن اكلم الانسه الهام السكرتيره بتاعته؟ الانسه الهام اتنقلت عند امجد بيه رئيس مجلس الاداره. امال حضرتك مين؟ انا نهى سكرتيره فهمي بيه رئيس تحرير الجريده. الاستاذ حسن طلع على المعاش الاسبوع اللي فات، سيادتك تؤمري بحاجه؟ لا لا متشكره قوي. كتر خيرك. مع السلامه. ترى انت فين دلوقتي؟ وبعدين يا ساره هنفضل ماشيين كتير كده ولا ايه؟ مالك يا ساره في ايه؟ انا مش مبسوطه شويه النهارده. حصل حاجه؟ بابا تعبان. ازاي؟ الظاهر انه مرهق او ضغط الشغل عليه. ده حتى لما ماما بتيجي تساله بتيجي بدري ليه؟ بيزعل ويثور. وانا مش متعوده اشوفه كده خالص. يعني هو مش من حقه يرتاح في بيته شويه؟ الستات دول ما بيعجبهمش حاجه ابدا. اذا الراجل اتاخر اتاخرت ليه؟ واذا الراجل جه بدري جيت بدري ليه؟ سفر ارجوك. ايه يا ساره بضحك معاكي وعايزك تضحكي بقى. مش قادره كفايه عليا المحاضرتين دول. انا مروحه. طب استني هوصلك. لا انا هتصرف، بس يا ريت تبقى تكلمني في التليفون النهارده. ساره في موضوع كده عايز اديكي فكره عنه. خير يا صفا؟ انا في الحقيقه كنت متردد اكلمك في الموضوع دوت، لكن لما بتحكيلي عن زعل والدك ساره يمكن الموضوع دوت ليه علاقه بزعل والدك. انت قلقتيني يا صفا. موضوع ايه؟ احمد. احمد يا ساره. ماله احمد اخويا؟ انت مش ملاحظه عليه اليومين دول اي تغيير؟ من ناحيه ايه؟ عدم انتظامه في المحاضرات والسكاشن. لسه زمايله في الزراعه كانوا بيكلموني عنه. بيقولوا ايه؟ في مجموعه كده شكلها مش من الجامعه ملازمين احمد على طول،
يوصلوه ويستنوه. وحتى شكل احمد، شكل احمد يا ساره ما بقاش زي زمان، بقى في حاله دهوله غريبه كده. انت عايز تقول ايه؟ احمد لازم يمتنع عن معرفه الناس دي والاختلاط بيهم. المشي مع الناس دي بيضيع يا ساره. اساليني انا، انا افهم اكتر منه في الموضوعات دي. وبعدين انا بقول يمكن الموضوع دوت ليه علاقه بزعل والدك. احتمال، احتمال كبير. عموما انا متشكره صفوت على المعلومات دي. ساره ارجو ان ما اكونش ضايقتك بكلامي، لكن حبي لاحمد واحترامي ليكي ولوالدك هو اللي خلاني انبهك. متشكره صفوت، عن اذنك. الحمد لله على السلامة يا أستاذ حسن. الله يسلمك يا عم سعد. وإزاي المقدم رشدي؟ مقدم مين يا عم سعد؟ ده عقبال أملتك بقى حاجة كبيرة أوي في البوليس. ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. ده إحنا من مدة كنا قاعدين سوا وبنقطع في فروتك ونقول هتلاقيه دلوقتي داخل علينا زي زمان. الحقيقة يا عم سعد أنتوا وحشتوني أوي. عشان كده أنا جيت أسلم عليكم وأشوفكم. موضوع المخدرات والسلسلة اللي انت بتكتبها هايلة يا أستاذ. ياما الواحد بيشوف ناس بيوتها بتتخرب وشباب زي الورد بيضيع. استمر يا أستاذ، استمر إن شاء الله. بس أنا عايزك تركز شوية على الجانب الأسري. إزاي يا عم سعد؟ تكالب كتير من الناس النهاردة على السفر برة، ووجود الأب برة البيت طول النهار والليل في الشغل بيدي فرصة للأولاد إنهم يتصرفوا من غير رقابة. يا ريت تركز شوية على الحتة دي. أحسن أنا اتكويت بسبب إهمالي للعيال. بتعمل إيه؟ أبداً بندق الجرسون عشان أدفع الحساب وأمشي، بس عندي مشوار مهم كده. ودي تيجي برضه يا أبو علي، مش عيبة في وشي؟ مش كفاية إن أنا سمحت لك تمشي؟ تعيش يا عم سعد، كتر ألف خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالمناسبة يا صفوت، أنا حكيت لماما عن الموضوع اللي أنت قلته لي بخصوص أحمد. ماما اقترحت عليا إن أطلب منك إنك تراقبه، بس من بعيد لبعيد، من غير ما أحس إنك مراقبه. ماما كمان حاسة إنه اتغير قوي، وبقى تقريباً طول النهار بره البيت، وكمان بابا مش فاضي علشان نحكي له ونشغله، خصوصاً في الظروف اللي هو فيها دي. اتفضل يا عم، كم اتوبيس لحد دلوقتي عدوا ومش عارفين حتى نحط رجلينا. كانوا بيقولوا مشكلة المصروفات دي هتتحل السنة دي. مين دول اللي بيقولوا؟ مكتوب امبارح في الجورنال. انت بتصدق؟ ده كلام جرايد. كلام جرايد؟ يا خسارة عمرك اللي ضاع حضر يا ابو علي. حسن بيه، حسن بيه، ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا وسهلا يا ابني. انا خالد المنصور. ايه حضرتك مش فاكرني ولا ايه؟ لا يا ابني مش فاكر حسن. حضرتك كتبت عني من مده كده، من حوالي 10 سنين. ما انا لو افتكر كل اللي كتبت عنهم يبقى هيجي عليا يوم انسى نفسي. طب ممكن اوصل سعادتك؟ لا انا احب اتمشى شويه. لا ما هو يا اما هوصل سعادتك وافكرك بيا، يا اما هتمشى مع سعادتك وبرضه هفكرك بيا. طب حتى نقعد نتكلم في العربيه بدل الوقفه دي؟ اتفضل يا بيه. طبعا حضرتك مروح. لا انا مش ناوي اروح دلوقتي. مش ناوي تفكرني بنفسك بقى. خالد المنصوري مخرج سينما. انا اسف قوي يا استاذ خالد، انا الحقيقه مش ملم قوي بنجوم السينما. لا نجم ولا حاجه يا فندم، انا لسه ببتدي طريقي في عالم السينما، لسه مخرج جديد. والبركه في سعادتك لانك حطيتني على اول الطريق. ازاي؟ الكلام ده كان من حوالي 10 سنين، كنت لسه في اول تجربه سينمائيه ليا. ساعتها النقاد هاجموني بشده، سواء كان ده بقصد او من غير قصد، لكن المهم أنا حسيت إن في حملة ضدي. أصل إحنا دايماً بنتعامل مع الجديد بحذر. وللأسف لأني كنت جديد في كل حاجة، اتحاربت من الكل وبشدة. كنت ساعتها هتجنن. لولا مقل سعادتك وقفت فيه جنبي وقلت فيه بالحرف الواحد
براعة خالد المنصوري أن يتماسك حتى يقدم عملا ثانيا. العمل الثاني سيثبت أقدام خالد بين كبار المخرجين. على فكرة أنا لسه لحد دلوقتي محتفظ بالجورنان ده في مكتبي. أنا زي ما قلت لك يا خالد يا ابني، أنا مش متابع الحركة الفنية من زمان، لإحساسي بإن الناس اللي عايزة تقدم فن خالص له قيمته مش كتير. أيوة أنا ابتديت أفتكر الهجوم اللي حصل عليك ده. أيوة فاكر تمام. ساعتها قلت أنا لازم أشوف الفيلم ده، وفعلا صممت أن أشوفه وشفته ولقيته شيء جدير بالاحترام صحيح، عشان كده سندتك. يمكن لو ما كنتش اتهاجمت بالشكل المركز. اتفضل يا ماما. أرجوكي 50 جنيه، وممكن حضرتك تخصميهم من مصروف الشهر الجاي. أنا نفسي أفهم الفلوس اللي أنت بتاخدها كل يوم والتاني دي بتروح فين؟ يعني أنا بلعب بيهم يا ماما. سارة لما تقولي حاجة يا سارة. أنا ما أعرفش حاجة عنك ولا عن أصحابك. إيه ده؟ يعني إيه؟ مالهم أصحابي دول؟ ها؟ ما تتكلمي، عندي كلمة حلوة أقوليها، ما عندكيش بلاش. يا ماما أصحابي دول ولاد ناس وكلهم كسيبة. كسيبة؟ إيه الألفاظ السوقية اللي أنت بتقولها في البيت دي؟ وبعدين بتكلم أختك بالطريقة دي إزاي؟ أنا متأسف يا ماما ما أقصدش. ومين الناس الكسيبة دول بقى أصحابك اللي أنت ماشي معاهم؟ مفيش غير واحد صاحبي عنده معرض سيارات، وعنده حتة أرض هنستثمرها أنا وهو ونعملها مشروع كبير. ومالك مستعجل قوي على المشاريع كده؟ يا ماما أنا في سني لازم أنطلق فيه. أمال يعني فكرك إن أنا هكتفي بالوظيفة والمعاش زي بابا؟ ولد ما تتكلمش عن بابا بالطريقة دي. الراجل اللي رباكم أحسن تربية رفض يغالط ضميره ويبيع نفسه للناس. وانا لما اقول الصراحه لازم توبخوني. طب ايه رايك بقى؟ انا هسيب البيت وامشي. يبقى الكلام اللي بقوله صفوت صح. تبقى مصيبه يا ساره. هات التليفون اتصل بصفوت شوف الولد ده بيروح فين، وايه الاخلاق الجديده اللي جدت عليه دي. الو، اهلا يا ساره يا بنتي، ازاي وازاي مام؟ حاضر يا بنتي حاضر. يا صفوت تعال اكلم ساره على التليفون. حاضر يا مام شكرا. الو، ايوه يا ساره ازيك؟ ايه بتقولي ايه؟ ايوه ولما نزل ما قالش ورايح فين؟ طيب عموما المعلومات اللي قالها لي عمر كلها طلعت مظبوطه. هو فعلا بيروح يقعد عند واحد صاحبه وعنده معرض سيارات. ايوه طيب يا ساره، انا مسافر النهارده اسكندريه عشان الم ايجار بيت محرم بيه، واول ما ارجع ان شاء الله هتفرغ للموضوع دوت. وينبغي الا يهدأ لنا بال قبل ان نقضي على مافيا المخدرات التي تتستر وراء مؤسسات وشركات وهمية. غير الخبر، غير الخبر، أسرار تجار المخدرات وراء شركات وهمية. غير الخبر، أسرار ارتفاع سعر الدولار. غير الخبر، غير الخبر. هاني تقدر تفهمني ايه اللي مكتوب في الجورنال ده؟ انت مش كنت قلت لي انهم خلاص ريحوه واحالوه على المعاش؟ ايوه يا فندم. شوف سيادتك اسمه مش موجود كرئيس تحرير الجريده، رئيس التحرير الجديد اسمه فهمي عبد الحميد. هو يا بني ادم في حسن فريد تاني؟ ايوه يا فندم، هو رئيس التحرير القديم، لكن الملاحظ ان هم بيخلوه يكتب في الجورنال حتى بعد ما اتحال على المعاش. وانا اللي عملت حسابي انه انتهى خلاص للابد. قولي اخبار الولد ابنه ايه؟ احنا قررنا نرفع ايدنا من عليه بعد ابوه ما اتشال من الجريده، لكن لغايه دلوقتي هو لسه بيتردد على زوجي. الظاهر اللعبه عجبته. اقول له ارفع ايده برضه غبي. خلي زهدي يستمر، بالعكس خليه يزود العيار. اهلا احمد بيه، اتفضل تعال. خير يا زهدي، بعت لي فؤاد ليه؟ اتفضل يا راجل، ده مكتبك.
لا وإيه؟ ولايق عليك كمان. لا مش وقته، مش وقته زهدي. إيه؟ مالك يا أحمد؟ داخل معفر كده وشايل هموم الدنيا. ما أنا جيت إمبارح وسألت عليك قالوا لي إنك مسافر، هربت مني ليه؟ أنا كنت مسافر وأول ما جيت بعت لك أهو. إيه؟ مالك يا أحمد؟ مش قادر أفهمك ولا قادر أفهم ماما. أنا بقيت غبي ولا إيه؟ ما تفهمني بقى إيه الحكاية أمال؟ يا سيدي ماما مش قادرة تعترف إني دلوقتي أقدر أخرج وأشتغل وأكسب، بتقول إن ده عيب. أنا معرفش بقى إن الشغل والمكسب يبقوا عيب إلا هنا وبس. ده في أوروبا الواد أو البت يا دوب يكملوا 17 سنة. كل واحد ينفصل عن أسرته وإيه؟ ويعمل اللي هو عايزه. الناس بتوعنا دول بقوا حاجة غريبة أوي يا أحمد. تخلف. طبعًا تخلف. وأنت إيه اللي يجبرك على إنك تتناقش معاهم وتتكلم في الحاجات دي؟ أنا أصلي بصراحة كنت محتاج فلوس. محتاج فلوس؟ تعمل بيها إيه؟ نفسي أقوم معاك بواجب يا زهدي. أنت جمايلك مغرقاني. كان نفسي أتعلم سواقة علمتني. عادات المزاج جرأتني. أنت مرة الراجل حسيت إن أنا ما معيش فلوس ما بخلتش عليا. هي دي كلها مش جمايل. يا راجل جمايل إيه وبتاع إيه؟ إحنا مش أصحاب. وبعدين انا مش بعاملك على انك هتبقى شريكي في المزرعه اللي هنعملها ان شاء الله، لا انا بعاملك على انك هتبقى اخويا صاحبي ويعلم الله. عموما ولا يهمك، خد الورقه دي، انما ايه هتحديك قوي. انت اتغديت؟ لا بس مش مهم. لا بقى وصى على حاجه نتغدى بيها الاول. بعد اذنك ممكن تيجي. الو، ايوه يا ساره، ايوه انا رجعت النهارده. ايوه رحت المعرض. احمد موجود هناك دلوقتي. الظاهر ان كل ظنوني في محلها يا ساره. صاحب المعرض خرج بره شويه وبعدين رجع تاني. طيب انا هراقب اللي هيحصل. سلام انتي دلوقتي. سلام. الو، عم رشدي، كويس ان حضرتك اتكلمت. انا كنت عايزه اجي لحضرتك انا وصفا. ميرسي قوي يا عم. بابا لسه داخل. مين؟ عم رشدي. الو، ايوه رشدي بيه، ازيك؟ الحمد لله، ازيك انت؟ عامل ايه؟ زي كل يوم. نزلت رحت الاوض الفرق، قابلت سعد الفيومي بيسلم عليك كتير قوي. قعدت معاه شويه وقمت اتمشيت لغايه الجورنال، سلمت المقال وجيت. بس يا عالم بقى فهمي بيه هيوافق على نشره ولا لا؟ أنا لا متشائم ولا متفائل. على العموم أنا قاعد في البيت، عايز تيجي تشرف. أهلا وسهلا. أما أنت يا أبو حميد حكايتك دي زي العسل. وبعدين عملت إيه؟ أبدا، رحت موقفهم كده كلهم صف وبحركة واحدة. أيوة. لقيتهم كلهم على الأرض. وبعدين ولا قبلين متشكرين يا ابو حميد، معلش احنا اسفين، واتكل على الله. وهو ده اللي حصل بمنتهى البساطه. اهلا 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 نشوى هانم. اهلا يا فندم. اهلا فندم، اتفضلي اتفضلي سعادتك يا فندم. اهلا وسهلا. احمد حسن من اعز اصدقائي. نشوى هانم سيدة اعمال وايه من الناس اللي كده. بلاش مبالغه يا زهدي،
انا عايز اشوف العربيه الحمراء دي. العربيه الحمراء، العربيه الحمراء والسمراء، المعرض كله يا فندم تحت امر سعادتك. اتفضل يا فندم. اهلا 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 يا فندم. اتفضل يا فندم. كل سنه بتغير العربيه. نشوى هانم ايه من اكبر زباين. بقول لك ايه يا احمد، مفيش داعي تقول للجماعه اللي معاك دول انك بتاخد حاجه كده ولا كده. خلي المساله دي في الكتمان ولا ايه؟ طبعا طبعا. واذا احتجتني هو قالوا تليفون واحد انا تحت امرك. ربنا ما يحرمنيش منك يا زودي بيه. انتوا بتتوشوشوا بتقولوا ايه؟ بتقولوا سر؟ سر؟ سر في وجود نشوى هانم؟ معقوله؟ ده انا كنت لسه بقول له استاذن انا بقى لحسن ورايا مذاكره والامتحانات قربت. ما انت قلت لي الكلام ده قبل كده. قلت لك يا احمد العلم مش في الكراس، العلم في ايه؟ في الراس. راس ايه يا راجل اللي تطلع كنوز دي؟ الكلام ده ايام ما كنت لسه رئيس تحرير. يا ابو احمد انت ايه ما كبيره ومجهودك مطلوب في كل موقع وفي كل مكان. زي المقال الاخير انا قريته وكل الناس قريوه ومبسوطه منه. محدش حاسس باي تغيير. انا بقى حاسس بالتغيير. انا اصبحت زي ما اكون كاتب من منازلهم. انا اللي طول عمري ما اترفضليش حرف واحد كتبته، انا عرضه دلوقتي ان كل مقالاتي تترفض. اللي عاش حياه الجريده ما يسلهاش ابدا. ريحة الحبر، ريحة الورق، زعيق عم حسنين في المطبعة، كل ده الواحد ما يقدرش يستغنى عنه. بس أنا عايزك تطمن عليا وما تشغلش بالك بيا. ما اشغلش بالي ازاي؟ أنا مش هسيبك. أنا هديلك عدة أفكار عظيمة جدا. اسمع يا سيدي. أي. النهارده عرفت من مدير مصحة إن المصحات اللي بيتعالجوا فيها بتوع الإدمان إن بعض الأحوال اللي بتصيب فيها النكسة سببها الزوار مش أمناء على المرضى بتوعهم، بيهربوا لهم مخدرات وده سبب نكسة حالتهم. مش عارف موضوع زي ده يطلع منه حاجة ولا لا. على العموم العنوان بتاع المصحة اهو. لا ده موضوع مهم جدا جدا جدا. اسمع، أنا هروح المصحة دي وهقابل المدير وهقابل المرضى وهكتب المقال وهعمل تحقيق كبير وهسلمه للجورنال. بس على الله بقى ما يكونش مصيره زي مصير غيره ويتركن، ومين يعلم يمكن يترفض خالص. بلاش تشاؤم يا راجل، هيتنشر ان شاء الله. ان شاء الله. طب اسمح لي انا استاذن. طيب بالسلامه. مع السلامه. انس شرفت يا رشدي. الله يخليك. انا متشكر جدا على اهتمامك بيه. في حاجة يا بابا؟ هو عم رشدي كان عاوزك في ايه؟ ابدا يا بنتي، عم رشدي كان بيحمسني للكتابة ونجح. لو سمحت يا ابني، الدكتور رسمي مدير المستشفى فين؟ نقول له مين حضرتك يا فندم؟ حسن فريد، رئيس تحرير جريدة الخبر سابقا. على العموم هو في موعد سابق مع السيد المدير. اتفضل سيادتك يا فندم. Thank you.
الو ايوه فرغالي بيه ايوه بقولك ايه الزبون استوى بس طلباته كترت قوي اعمله ايه ده ايه نسيبه طاق شويه قصدك ابن حسن لا لا ريحوه على الاخر انا عايزه يدمن بشراهه قولي نشوه جد عظيم خليها تكمل اللي اتفقنا عليه ويبدو ان الثوب مليء بالثقوب وكلما حاولنا ترقيع ثقب انفتح ثقب اخر اقول هذا بعدما هالني ما حدث في احدى المصحات النفسية التي من المفروض ان تعالج مرضى الادمان ان بعض الزوار المترددين عليها من ضعاف النفوس والباحثين عن المكاسب السريعة يسربون الممنوعات بكل ألوانها وأشكالها للمرضى المحجوزين بها على ذمة العلاج ولو كنت أجلس فوق منصة القضاء لأمرت بحكم الإعدام على هؤلاء السماسرة الجدد سماسرة الموت البطيء المغلف بطعم السعادة الزائفة يخيل إلي أن الحل الوحيد في هذا الموضوع هو أن نعزل المصحات النفسية بكل طاقمها خارج أسوار المدينة لا أن نعزل المرضى فقط التوقيع حسن فريد تحط عنوان إيه يا حسن؟ أيوه حتى تتضح الملامح الو اديني الاستاذ شريف من فضلك ايوه يا شريف ايوه انا حسن فريد بقول لك ولا يهمك انا عارف ظروف الجورنال كويس مش مهم بقول لك ايه ممكن تبعت لي الموتوسيكل دلوقتي احسن انا كاتب حاجه حلوه قوي 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 هتعجبك وهتعجب الاستاذ فهمي خالص عاوز اقول لك خبر هيبسطك قوي الصبح افتح الجورنال وشوف مقالك اللي بعته اول امبارح امبراطوريه الكيف الى اين يا سيدي ما تشالش منه حرف واحد بس انا بعديها متوقع حرب ملهاش نهايه بس انت اللي اخترتها مع السلامة يا حسن ايه واقف كده ليه؟ مستني حد؟ انا مستني زهدي اصله كلمني واتفق معايا اقابله هنا طب يلا انا كمان رايحه له مالك يا احمد؟ عندي الم شديد قوي مش هرتاح منه الا لما اشوف زهدي طيب احنا هنسافر له على طول ايه؟ هنسافر له؟ يا استاذ احمد خايف من السفر ولا ايه؟ انا اسفه نسيت اعرفكم ببعض اخويا فريد اهلا وسهلا الاول عايز اعرف هنسافر على فين اسكندريه زهدي سبقنا ومستنينا هناك طب وانا هسافر كده من غير ما اتصل بيهم في البيت 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 يا ابني انت بقيت راجل وايه حكايه البيت دي طب اتصل بيهم بالتليفون ما تعودهمش على كده وبعدين احنا هنروح نشوف زهدي ونرجع على طول ولا انت ما يهمكش زهدي هو انا في الدنيا دي بقى يهمني حاجه قد زهدي انا مش عارف اعمل لي ايه عشان اتعلق بيه بالشكل ده زهدي وبس وانت كمان يا شوهان انا الحقيقه لما بشوف حضرتك ها قول
بحس بالراحة رغم ان انا تعبان جدا. اخيرا يا احمد نطق. شفت يا فريد، شفت احمد انسان لطيف ازاي؟ هو حضرتك كلمتيه عني؟ طبعا، انا ما بخبيش حاجة على اخويا فريد. لا اصلي راسي بتوجعني قوي، واحتمال ما اقدرش اوصل اسكندريه. ممكن حضرتك توصليني البيت؟ بلاش تجيب لي سيره البيت دي يا احمد، بتنرفزني قوي. هو انت بس اللي ابن ناس؟ احنا كمان ولاد ناس قوي. انا اسف ما اقصدش، بس اصل حاسس بتنميل فظيع في جسمي وعظمي كله بيطحن من كتر البرد. تعرف يا احمد، انا اول ما شفتك حسيت بمعزه خاصه من ناحيتك. وانا كمان انا شوهانم، صدقيني. تقوم تبخل عليا برحله زي دي؟ يلا يلا يا احمد يلا اتفضل. الو. ايوه مين؟ احنا طلبنا من الاستاذ قبل كده انه يسيبنا في حالنا، لكن الاستاذ مصمم انه يذبحنا. عرضنا عليه فلوس لكن للاسف مصمم على الفقر. مين اللي بيتكلم؟ مش مهم اللي بيتكلم، المهم ان الاستاذ مش هيشوف ابنه لحد ما يتعلم الادب. الو الو مين؟ حسن حسن الحقني يا حسن. ايه منى؟ عارفك كده يا حسن، عارفك كده. هو ده اللي انا كنت خايفه منه، هو ده اللي انا كنت خايفه منه. ايه يا ماما؟ اخوك يا ساره، اخوك بعد ما تعبت في تربيته راح مني بسبب ابوك اللي مش راضي يسد بقلبه. ابوك حتى بعد ما اتحل على المقاش مش راضي يسد بقلبه. اسمع يا حسن، زي ما ضيعت ابنك وسيبتك ابوك. يا ستي فاهميني ايه الحكايه عشان اتصرف. الراجل اللي كان بيهددني زمان في التليفون فاكره؟ ايوه فاكر. هو اللي بيتكلم دلوقتي وبيهددنا باننا مش هنشوف ابننا احمد. اه يا ابني عاجبك كده يا حسن؟ كملت رسالتك؟ اديت واجبك؟ ضيعت يا ابني وارتحت؟ ضيعت يا ابني وارتحت. الو الو، عم رشدي موجود؟ قولي لعم رشدي ان انا رايح لحالك. يا استاذ حسن، العصبيه عمرها ما تحل مشكله زي دي. مشاكل زي دي عايزه اعصاب هاديه. موضوع احمد انا متابعه من الاول، بركه طبعا في ساره خطيبها. ايوه يا امام، تعال عندي. مش معقول ابدا اللي بيحصل ده، انا لا يمكن اصدق الكلام ده يا رشدي. معقول احمد ابني يختفي؟ ما تخافش على احمد امانه في رقبتي. تمام يا فندم. اتفضل يا امام، البيانات دي عاوزك توزيعها فورا، ودي صوره احمد. طبعا بيانات احمد كلها عندكم، انا عايز اتابع الموقف اول باول. اتفضل. اي امر يا فندم. رايح فين؟ أنا لا يمكن أستنى لما حد يدور لي على ابني، لا يمكن أستنى خبر عن ابني، أنا اللي أروح أدور عليه وأشوفه راح فين. لو اتعاملت مع الموقف ده كصحفي هتنجح. يعني قصدك فرزالي أبو الليل ورا اختفاء أحمد؟ صح. يعني عارف وساكت ومش عايز تتكلم أبداً؟ دور الشرطة ما تخافش عليه، المهم دورك أنت مش كصحفي وبس، إنما بالواقع وبالفعل. يعني إيه؟ لسه بتشوف سعد الفيومي؟ ايوه بشوف. ابعتهولي. اتفضلوا. اهلا وسهلا يا حسن بيه. اهلا بيك يا خالد يا ابني. انا اسف ان انا جاي لك من غير ميعاد. ازاي ده يا حسن بيه؟ ده حضرتك تنور. الله يخليك. الاخ سعد جاري في روض الفرج وصديقي. اهلا وسهلا يا عم سعد. اهلا بيك يا فندم. الحقيقة خالد، أنا جاي لك في موضوع هو بسيط جدا بالنسبة لك، إنما مهم جدا جدا بالنسبة لي أنا. ده سيادتك تؤمر يا حسن بيه؟ أنا أعتقد إن بحكم صلتك بالنجوم وبالموزعين الكبار والمنتجين، أعتقد إنك تقدر تجيب لي عقد عمل لطباخ ممتاز جدا جدا وعلى ضمانتي أنا. طباخ؟ حضرتك مش شايف انه طلب غريب شوية؟ تقدر تعمله ولا لا؟ انت قبل كده سبق وقعدتني برد جميل، وهو جه الوقت اهو. تقدر تعمله ولا لا؟
الله الله الله. طب بالراحة عليا شوية يا حسن بيه، إن شاء الله حقدر. بعد يومين حيكون عندك العقد. بس ممكن بقى أعرف اسم الطباخ ولا برضو ده مش ممكن؟ سيد الطباخ زي ما وصلتنا عند سعد، هو واقف هناك اهو. طب يا سيدي تشكر. اللصه سيد الطباخ تحت امرك. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اتفضل اتفضل. شاب حاج. لا 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 معلش معلش تشكر يا حاج، اصل انا عايز اعرف الموضوع اوام اوام عشان خاطر عندي شغل ومستعجل. وبصراحه بقى لو ما حسونا الجرسون قريبي وحبيبي انا ما كنتش جيت ابدا. طب ليه يا ابني الاستعجال ده؟ حد هياخد من الدنيا دي حاجه؟ لا ابدا، بس اصل الراجل اللي انا شغال معاه ده صعب قوي. يا ساتر، ومستحمله ليه كده يا ابني؟ ما الناس الكويسه كتير. بلاش كده، سافر بره وهتلاقي مليون واحد يتمنى يلاقي طباخ حلو زيك كده. تحت امرك، ايدي على كتفك. والله انت ابن حلال يا سيد. شوف يا سيدي، نعم، انت بقى طباخ ممتاز وهايل وبشهاده كل الناس اللي تعرفك. تشكر يا حاج تشكر. انا بقى عندي واحد قريبي عايش بره، اه، ونفسه يعني كده يعطر على طباخ ممتاز زيك، واللي انت هتقول له عليه هيديهولك. اه بس عدم المؤاخذه انا باخد 400 جنيه. يا سيدي اللي انت عاوزه هيديهولك وبالدولار. ايه؟ بالدولار؟ يبقى ليا حق بقى اقول لك اقعد اشرب شاي ولا لا؟ يدوم الشاي يا خالد بيه، وانا تحت امرك. الامر لله وحده يا عم سيد. ها خلاص اتفقنا؟ في الحقيقه انا مش عارف اقول ايه، بس محدش بيكره الخير، بس هي المشكله ان انا مش عارف هقول ايه للراجل اللي انا شغال عنده. يا عم سيد، الرزق يحب الخفية، وهناك بقى لا في عزايم ولا ذبح بهايم. خلاص بقى، انت تحضر اوراقك وباسبورك وتتكل على الله. مش عارف اقول ايه قدام الامارة بتاعت سعادتك. خلاص اتفقنا. وفي الحقيقة فرغلي بيه كشر شوية، لكن انا هروح اجيب حاجتي من عنده وافهمه ان انا مسافر البلد. ابن حلال الله يكرمك. مين؟ عم سعد ده، انا دايخ على الوان بقالي ساعه. هو ده؟ ايوه يا سيدي، لكن هنعمل ايه؟ الشغلانه رسيت على الراجل الطيب ده. تشكر. طب ما نزعق شويه. الشغلانه رسيت على عم سايل الطباخ ده. طب وانا؟ انا عم سعد يا سيدي. معلش، خيرها في غيرها، بكره تجيلك شغلانه تانيه ان شاء الله. بقول لك ايه، مش تعرفنا بالراجل الطيب ده يا عم سعد؟ اللصه درديري طباخ بريمو، انما اللي سبق بقى كان النبأ. مش على معرفه اوصل، وانا كنت هعمل ايه يعني؟ بقول لك ايه، ايه ما تاخدوش معاك وتبقى عملت بقصتك مع فرغالي بيه، وتبقى جبت له طباخ تاني بدلك. والله فكره، على الاقل ما احسش ان انا قطعت عيش راجل طيب زي ده. بقول لك ايه يا عم درديري، انت اشتغلت في بيوت كبيره قبل كده؟ كبده؟ كبده؟ ده الكبده نعملها ضيان الضيان، اخدها كده هو ترانشات ترانشات واشويها واروح اعمل لك منها صينيه تاكل صوابعك وراها. بيقول لك اشتغلت في بيوت كبيره قبل كده؟ يوهو، اجدع بيوت في البلد اشتغلت فيها.
ده باين عليه سامعه وتقيل قوي. كان المفروض تديني فكره قبل الاجازه اللي طالبها دي بيومين ثلاثه. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، هو المرض له ميعاد؟ وبعدين دي امي، اذا ما كنتش اسافر اشوفها هسافر لمين؟ وبعدين ما هو البركه في عم دردير. ونعرفه منين بقى درديري ده؟ درديري ده يا سعادة البيه زي اخويا تمام. تفتكر يعني من السهل كده ان انا ادخل واحد غريب البيت؟ عم درديري ده راجل طيب وابن حلال وفي حاله، وبعدين ده بلدياتي وهي كلها يومين وراجع تاني، وعلى كل يمكن سيادتك تخليها على طول. لو كويس هخليه طبعا، على الأقل عشان ما بقاش تحت رحمتك. اتفضل وريه المطبخ. اتفضل يا عم دردين، اتفضل. المطبخ هناك اهو، اتفضل. تضمن بحاجة يا سعادة البيت؟ ربنا يخليك يا سعادة البيت، ربنا يعمر بيتك. أنت يا جدع أنت اللي جوه. أنت يا بني آدم. لا مؤاخذة يا سعادة البيت، أصله سمعه تقيل شوية. وكمان سمعه تقيل؟ ما هو النوع ده يا سعادة البيت هو اللي يبقى كويس أوي. أنا هندهولك على طول. كلام يا نشوى، ما تتجوزيني وتسيبيني تاني يوم، وبعدين كمان تتاخري وما تقوليش راح فين. عرفت ان ماما تعبانه ورحت اشوفها، وبعدين اعمل لك ايه اكتر من كده؟ انا مش سايبالك في التموين بتاعك، عاوز ايه تاني؟ خلص خلص يا نشوى حبيبتي، خلص يا مراتي. يلا هاتي بقى بسرعه القصر، انا مش قادر امسك نفسي. ارجوك يا نشوى، ارجوك، انا محتاره قوي. نشوى صدقيني. وانا مين اللي هيصدقني لما تخلص تموين ثلاث ايام في يوم واحد؟ هيقولوا عليا بعته وفي النهايه تطلعني حراميه. معقوله؟ معقوله برضه حد يطلع نشوى هانم حراميه؟ يلا افتح بسرعه بسرعه احسن، ده زهدي. انا حاسس زهدي. الحمد لله على السلامه زهدي، الحمد لله على السلامه. انا جاي لك في مهمه محدده ولازم تنفذها. ده تحت امرك، بس ايدك على من الاول. مش متفق الاول؟ انا وياك في كل اللي تأمروا بيه. استعد، هتسافروا ايطاليا انت ونشوى وبعد يومين بالظبط. حاضر حاضر يا زهدي بيه. هناخد شويه ذهب هديه لواحد صاحبنا هناك. شويه ذهب هديه؟ ليه؟ هو ذهب كتير قوي. طب وماله؟ بس الذهب مش كتير ولا حاجة، ده تمن الحاجات اللي انت بتحبها واللي انت عايزها دلوقتي، ولا انت هتفضل طول عمرك مستهلك وبس؟ انا بقول لكم انا تحت امركم، بس اديني بقى. طيب بس روح الاول احلق دقنك عشان نوصل المشوار لغاية القنصلية، ناخد التأشيرة ونرجع على طول. يلا يلا يا يا عريس يلا. انا مش منول من هنا لما تديني الاول. منى هانم، أرجو إنك تطمني، كل اللي بيحصل إنه عملية ابتزاز ضد الأستاذ حسن، عملية ضغط. أنا متأكد إن أحمد تحت سيطرة الناس دي تماما. حتى بابا من ساعة ما خرج امبارح وإحنا مش عارفين راح فين. والدك بيتبع كل الخطوات اللي هو شايف إنها توصله لأحمد. يا ترى يا أحمد يا ابني أنت فين دلوقتي؟ طمني، أحمد بخير إن شاء الله، وأنا وسعت دائرة البحث حتى خارج القاهرة. خارج القاهرة؟ ليه؟ هو سافر بره؟ منى هانم، أنا سبت شغل جد نفسي لأني مقدر قلب الأم. نحن بنقوم بمجهوداتنا والأستاذ حسن كمان. أنت أدعينا إنه ربنا يوفقنا وننقذ أحمد وكل الشباب اللي زيه. رايح فين؟
اوعى بمسكتي اوعى. يا وكاله من غير بواب يا جدع، انت بوشك رايح فين؟ حازم. مفيش حد عندنا بالاسم ده، محدش اسمه حازم. تعالى تعالى يا زهدي تعالى. ده الطباخ الجديد. امال سيد راح فين؟ امه بتموت في البلد وبعتوا له عشان يروح يشوفها. قبل ما يمشي بقى جاب لي التلقيحه ده. ايوه ايوه، بس ده اطرش ما بيسمعش. وهو المطلوب صراحه انا ما كنتش باخد راحتي في الكلام في وجود سيد. هو اسمه ايه؟ درديري. ايه؟ درديري. ما علينا، سيبك منه وتعالى. ها قول لي عملت ايه مع الولد؟ كتب كتابه من يومين على نشوه وسبته يقضي شهر العسل. بالرفاية والبنين. عارف بقى الخطوه الجايه هتبقى ايه؟ تلم ذهب من السوق وتبعته معهم ايطاليا تمن للبضاعه. وليه ده؟ ما يسافروا الدولارات احسن. لا انا الدولارات غليت قوي في السوق السوداء اليومين دول، احنا اولى بالفرق. ايوه بس يا فرغلي بيه، ما احبش مناقشه كتير من حد. اتفرغ انت لم الذهب وانا هبقى اديك ميعاد للسفر. قول لي احمد كان ولا لسه؟ هو طبعا بيعافر، بس على مين؟ انا لحست دماغه على الاخر. خليته زي اللعبه في ايدي. يبقى يتجرأ بقى ابوه يكتب اي مقال تاني. على فكره خلي عبد الغني يجي لي بكره في الحفله اللي عاملها للخواجات، من الجايز احتاجه، يمكن اسلمهم الذهب اللي عندي والباقي يبقى يسلمه احمد ونشوه في روما. تحت امرك يا فرغلي. وده يطلع مين ده كمان؟ ده مش كمال يا بيه، ده الاستاذ سعد زميلي جاي يساعدني في عزومه بكره. انا جبت لك اللحمه والخضار والفراخ زي ما انت قلت. شفت يا سعد بيه شاطر قوي وملحلح. ملحلح؟ اتفضلوا اتفضلوا شوفوا شغلكم. ايه اللي اتعمله ده؟ ده من رهبة الموقف، زي ما تقول ارتباك. ارتباك؟ ده انت هتروح في 60 داهية لو معرفتش تجهز العشاء. معرفتش ده ايه؟ ده انا طباخ محترم وشيف ممتاز، واسأل عليا. ده غير الأصناف اتعلمتها من الشيف الكبير، والنوتة معايا اهي. أنا أقرا من النوتة وأطبخ. على العموم أنا جاي أساعدك، رشدي بيه هو اللي بعتني. انما تفتكر الحاجات دي يعني والاكل اللي عاملينه ده هيكفي؟
هاي كفي قوي. امال ايه؟ هم عددهم كام؟ هم اربعه غير البيه. يكافوا، بس تبقى مصيبه لو كانوا طالبين حاجه مخصوص على العشاء. لا، ما هم طالبين صينيه فراخ وصينيه بطاطس وصينيه مكرونه، ودي كلها حاجات بسيطه انا ياما عملتها ايام الشباب. لو سمحت ممكن التليفون؟ الو؟ ايوه يا فندم، ايوه وصل دلوقتي وعرفت ان اسمه زهدي. اشكرك يا صفوت، اشكرك جدا. روح انت دلوقتي لخطيبتك. انتهت مهمتك. امام، مطلوب اذن من النيابه لمراقبه معرض السيارات وبسرعه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. انا مصطفى. من فضلك العربيه دي تخلص على كام؟ الاثار مع صاحب المعرض ولسه ماشي حالا. ممكن اتفرج عليها؟ اتفرج بس ما تدورش. بصراحه عجباني. ممكن تتصل بيه في المكان اللي راحه؟ لما يوصل يتصل بيا وانا اتفاهم معاه. تحت امرك. كله تمام يا فندم. ركبت اجهزة التصنت في المعرض. ايوه. ايه يا عبد الغني؟ تأخرت كده ليه؟ لا، هم لسه قصادهم ساعتين على ما يجوا. اسمع، تيجي وتجيب معاك كل الصناديق اللي عندك. عاوز اوريهم عينه من اللي عندي. هما كمان هيدوني عينه من البضاعه اللي جايبينها معاهم. خليك معايا لحظه. ايوه يا عم، مش عارف الجدع الطباخ ده قالب دماغي ليه الليله دي. انت عارف اني ما بحبش اشغل حد عندي الا لما اكون متاكد منه بنفسي. لا معلش، ما انا مزنوق الليله دي. خلاص، تيجي بسرعه وتجيب اللي قلت لك عليه، فاهم؟ كل حاجه، بس ما تغفش عليا. حاضر. خد فلوس دي معاك. ايوه بس ايه؟ الورقه دي تاخدها تديها لرشدي بيه من ايدك لايده على طول. وقول له دي بعتها لك عسل، ولا اقول لك ما تقولوش بعتها لك، هو هيشوف خطي هيعرف انها مني على طول. حاضر. ايه ده؟ انتوا بتتوشوشوا على ايه وسايبين الشغل والناس زمانها جايه؟
جايب كل الحاجات اللي سعادتك قلت عليها. وبيقول لك سعاده الباشا الناس زمانها جايه، جهزت الاكل؟ اه الاكل كله جاهز يا سعاده البيه، ساعه زمن بس وكل حاجه تبقى تمام التمام. طب رايح فين؟ راح اجيب شويه رايح يجيب شويه ورده يا سعاده البيه. قلت له جيب شويه ورده، اصل الورد ده لما يتحط على السفره كده ويترصص كده بين الاكل وقدام المعازيم يبقى اخر نظاجه. ورد باين عليك طباخ ابن طباخ. ربنا يخليك يا سعاده البيه. لازم احضر. استني. الو. ايوه يا سنة اهانم. لا والله لا الولد ظهر ولا ابوه، واحنا غرقانين وعايزين نتعلق في قشاية. لا ابدا كتر خيرك سلامتك، البركه في رشدي بيه. ضروري بقى لحظه واحده. طفت، اتاخرت ليه؟ معلش اصل جالي تليفون من اسكندريه، شايف محرم بيت سرقت ولازم اسافر اسكندريه دلوقتي. لا نشوى اديني مفاتيح، عايز انزل اتمشى بالعربيه على البحر شويه، انا عايز هوا مخنوق. هو انا هفضل محبوس بشهادي كده على طول؟ ده انا كده موت يا عالم. نشوى هات المفاتيح. مش هديهم لك، زودي قال انك لسه متعلم السواقه جديد وما بتسوقش كويس. كذاب، زودي ده كذاب. اذا كان هو اللي معلمني السواقه وقال لي بالحرف الواحد ان انا دلوقتي بقيت سواق هايل، انتوا ليه كلكم كذابين؟ ليه؟ هات المفاتيح. لا ما انتش هتخرج يا احمد. اوعى من طريق احسن لك. مش هتخرج. اوعى من طريق. احمد احمد. اهلا 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 اخواتي. مساء الفل مساء الفل. اهلا وسهلا. كمون كمون هير كمون. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. ويلكم ويلكم ماي فريندز. ويلكم مستر جوزيف ماي رايت هاند تراعي اليمين. عظيم. اتفضل. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ثانك يو. اهلا شرفتونا. بليز. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سيت داون بليز. ثانك يو. اديت الورقة لرشدي بيه طبعا، وبقول لك ان احنا كلنا وراك ما تخافش. والله براوة عليك يا سعد، ده انت طلعت طباخ ماهر وانا ما كنتش واخد بالي. اعمل ايه؟ اصل مراتي اتوكلت من زمان، فاكر لازم اتعلم الطبيخ عشان العيال ما تصحش. صح. شوف بقى تحط لي كل حاجة بقى في السرفيس. حاضر. عشان يبقى مترتب كده. حاضر. تزوق لي بقى بالجزر وتزوق لي بالقوطة. عايزين حاجة آخر تمام. حاضر. يلا يلا جدع. الأكل بسرعة. هما قالوا عايزين في الحلو قرعة. قرعة. ما بيقولش قرعة، بيقول لك عايزين الأكل بسرعة. آه الأكل بسرعة، الأكل جاهز وكله تمام التمام. شوف بس لما أقول لك إيه، خد أنت الفازة دي حطها على السفرة وهتلاقي الأكل جاي وراك على طول. شكلي ده أنا شفته فين قبل كده؟ مش عارف. استنى يا احمد اشوف الراجل جراله ايه. لا لا خليك خليك. صفوت خطيب اختي شافني. صفوت خطيب اختي. انت كويس؟ الحمد لله، كان هيموتني منه لله. الحمد لله ان انت كويس. الحمد لله الحمد لله. طول عمرك خواف ومش هيبقى لك شخصيه ابدا. يعني هو السم اللي بتعطاه كل يوم ده هو اللي خلاني شخصيه؟ ده خلاني خدام بناس ولا تسوى. تقصد مين يا احمد؟ اقصد اللي اقصده بقى. الو. ايوه رشدي بيه، انا صفوت اللي بيتكلم. انا بكلم حضرتك من اسكندريه. انا شفت احمد دلوقتي راكب عربيه وجنبيه واحده ست. لا طبعا انا مش شاكك فيه،
انا عارف احمد كويس. ايوه انا تتكلم من انا حته بالظبط؟ عارف من اسكندريه من انا حته باسكندريه. محرم بيك. خدت نمره العربيه؟ عظيم. كام؟ ملاك القاهره. عارف اسم الشارع؟ ممتاز. نعم كويس جدا. اسمع صفوت، انا بقترح عليك تسيب كليتك وتيجي تشتغل معانا. مع السلامه. كويس انك جيت يا امام. بلغ العقيد رأفت في مباحث مكافحه سرقه السيارات في اسكندريه، عايز اعرف العربيه دلوقتي فين بالظبط، واطلب لي العقيد زكريا من المباحث العامه في اسكندريه برضه. مفهوم؟ حاضر. اتفضل. Thank you so much. شكرا لك يا حبيبي. لا 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 لا، سيب انت الورد ده انا هوديه ولم انت بقيت الصبح. يلا. هو درديري شايل الورد وموديه على فين؟ موديه على المطبخ. خليه يجيبه. قال الضيوف لسه ما مشيوش. ما تجيبش الشغلين ده سلمه لرشدي بيه زي ما سلمت الورقه. كويس، بس قول لرشدي بيه يحتفظ بالحاجات دي كويس قوي. اه طبعا، بس خلي بالك الراجل ابتدى يشك فيك. انا واخد بالي، ما تخافش عليا. بس انت روح انت من سلم الخدامين وانا هودي الورد ده على السفره وهحصلك. حاضر. ايوه بس انت هتعمل ايه؟ Thank you. Please. Thank you. أوفقك بي. شكرا. الموضوع المهم. عاوز حاجة يا درديري؟ نعم بي. عاوز حاجة؟ اكسكيوز مي. افندم. سعادة البيه، أنا تعبان أوي من الصبح ومش عارف أنام في الأوضة اللي أنتوا مدينها لي دي. أنا مش واخد راحتي. وعاوز إيه دلوقت؟ يا ريت سعادتك تأمر لي بمكان تاني يكون كويس أعرف أنام فيه. أصل هي المشكلة في مصر هنا إن أنا ماليش حد بعد ربنا غير سعادتك. طيب طيب، في أوضة جنب البواب بره تنام فيها الليلة لحد ما نتصرف. أوضة جنب البواب هتنام فيها الليلة لحد ما نتصرف. وخلي سعد يجي يشوف طلباتنا. سعد روح سعد البيت. روح. يروح ازاي من غير ما اعرف؟ ما هو روح يشوف عياله ليه؟ عبد الغني. يس. امرك يا سعاده البيه. خش انت دلوقتي جوه يا درديري. عبد الغني هيبقى يعرفك المكان اللي هتنام فيه. حاضر سعاده البيه، بس لمؤاخذه اغير هدومي وهستنى عبد الغني لغايه ما يوريني. يلا. ربنا يخليك يا ابويا. انا مش مستريح للراجل ده. خد اوضه المزرعه لحد الناس دول ما يمشوا. وبعدين نشوف حكايته ايه. خش يا سرديري. خش. هي دي الوضع اللي هنام فيها؟ ايوه يا سيدي. ايه مش عاجباك؟ انا عكاك منك لله يا اخي، الله يسامحك.
انت يظهر امك دعيالك في ليله صافيه. الاوضه دي خرجت اعظم تلاميذ فرغالي بيه، وفي نفس الوقت طلعت ناس كتير على القرافه دغري. بتقول ايه؟ الشكل ده انا شفته فين قبل كده؟ ها؟ بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. انت هتوجع دماغك على ايه؟ انت عاوز حاجه من بره؟ لا خلاص، انت هتقعد هنا لحد ما فرغالي بيه يعوزك. الله، هو انا مش هقابل فرغالي بيه الصبح؟ الصبح ايه يا راجل وليل ايه؟ ما تتنقلش من هنا الا لما فرغالي بيه يبعت لك. انت اطرش وغبي كمان. انا شفته فين قبل كده؟ بتقول حاجه؟ ما بقولش حاجه. اوب، في ايه؟ في ايه؟ ولا كلمة. كلامش ايه؟ قول لي عندك كام شقة مفروشة؟ وأرقام الشقق ايه؟ وأسماء الناس اللي ساكنين فيها؟ تم العثور على السيارة المبلغ عنها أمام أحد المنازل في حي محرم بيه اسكندرية يا فندم. ابدأ التنفيذ فورا، وخليك على اتصال دائم بغرفة العمليات. المهم أحمد، حول. نشوى، تعالي افتح الباب. ايوه طيب طيب. في ايه يا مفروش؟ البوليس تحت، قالوا المنطقه على شو المفروش. ايه؟ بتقول البوليس؟ ايوه. يا خبر اسود، يبقى هيتقبض علينا. بتقبض عليكم ليه؟ لا لا، مفيش حاجه يا عم سوقي، اتكل انت على الله. انت بتعمل ايه؟ بدل ما نروح ده. انت اتهبلت؟ انت تعرف دول بكام؟ احسن ما يتقبض علينا ولا نتشنق. ولما ترسي صف مش هتبهدلني معاك؟ انا مش عارف وصلت اللي انا فيه ده ازاي؟ هروح من بابا لبابا فين؟ انا ضعت يا نشوى، ضعت. انا ماشي. رايح. ركيش العربية. يعني ايه انا مراتك؟ مراتي تخاف عليا، تشوف مصالحك. انا اعرف مصالحك من اول ما عرفتك لحد دلوقتي، وبعدين تعالى لي. انت صرفت عليا مليون، جبت لي شبكه ولا دفعت لي مهر، ولا حتى اشتريت لي حته هديه صغيره ب 10000. بعيدي عنا النشوة دلوقتي، لحسن عفاريت الدنيا بتتنطط قدام خناقة. يعني هتعمل ايه؟ الظاهر انك لسه عيل ما تعرفش يعني ايه رجولة. الراجل يا استاذ اللي لما يتجوز يصرف على مراته، ولا انت من الرجالة اللي بيحبوا ستاتهم يصرفوا عليهم؟ حتى لو الاستعطاء انا اللي بجيبه لك، اظن بقى جه الوقت اللي تدخل فيه مغامرة بسيطة، تاخد منهم قرشين تسدد ديونك وتحسسني انك راجل. تعالي لينا نشوة. طيب. احمد احمد، صف احمد اللي معاكم عظيم جدا وهايل، برافو عليكم. المهم اوعوا غيب عن عينكم، خلوكم وراه في اي مكان توقف فيه ادوني خبر على طول. ماشي، خلي ساعد يختفي فورا. ايوه، استمروا في مراقبه حسن. Thank you.
لو حبسوك في اي حته اوعى تستسلم او تضعف. الورق معاك والقلم، سجل اي حاجه حواليك بالتفصيل واطمن. بالجهاز اللي معاك ده هنبقى محددين مكانك كويس وهنجيلك بس في الوقت المناسب. الا اذا كان عنده هو شخصيا جلاله. ارجوك ابو رشدي، ده انا سيبتك، ساعدني ساعدني. اسمع، خد جرعه معاك. ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا رشدي بيه؟ معقول انت اللي بتشجعه على الحاجات البطاله؟ مفيش حل تاني. عندك جرعه؟ لا ما عنديش. خلاص انزل خد من المطرح ما تجيب، بعدين نتفاهم. يلا. ايه ده؟ احمد احمد ايه؟ احمد مش قادر اصدق ده انت اسمها والده. ازاي تقول له حاجه زي كده؟ حرام عليك، ده زي ابنك، حرام عليك. ما بيردش؟ ازاي؟ ثلاث ساعات؟ ثلاث ساعات بتحاول تجيب لي مصر؟ ده معرض سيارات. ايوه ايوه معايا نمره ثانيه. تقولي ايه؟ احمد خد العربية النهاردة الصبح وهرب؟ وليه ما تكلمتيش من الصبح؟ وازاي تسيبيه يهرب منك؟ مش يمكن يرجع لابوه ولا يبلغ البوليس؟ اوعى تهوبي ناحية مصر، واذا جيتي اوعى تيجي ناحية البيت عندي او المكتب، مفهوم؟ ايوه يا فرغلي بيه، انا لا معايا لا فلوس ولا عربية، اعمل ايه يا فرغلي بيه؟ روح لعبد الستار عندك في اسكندرية وهو هيتصرف. لا مالكيش دعوة انت بالبضاعة خالص، مفهوم؟ عبد الغني تحت امرك يا سعادة البيه. احمد هرب من نشوة وانا مش مطمن للحكاية دي. انا هغير كل الخطط، هحجز لك تذكرة طيران دلوقتي وانت تطلع على المزرعة تجيب البضاعة والذهب اللي هناك وتطلع على المطار عدل. هتديني مفتاح الخزنه اللي في المزرعه وهتقول لي الارقام السريه؟ معقوله؟ ولا اقول لك
اتصل انت بشركة الطيران وانا هطلع على المزرعة اجيب البضاعة، ونتقابل انا وانت وزوجي في المطار. مش مهم الكلام ده دلوقتي، التموين، التموين تقولي بسرعة عشان هموت. أنت لحقت تخلصه؟ لا ما خلصتوش، بس هحكي لك على كل حاجة، اديني الأول وبعدين أحكي لك كل حاجة. بس على شرط ترجع اسكندرية على طول، أنت مسافر إيطاليا أنت والناس وبكرة، أنا مرتب لكم كل حاجة، المركب هيمشي بكرة الساعة 4 العصر. من عليا من عليا يا زهدي بيه، أنا في حارتك بقى. طيب، تعالى معايا. مكانك ولا حركه. هو ده التموين؟ امال فين الصومعه اللي بتاخده منها؟ فحرتك يا عم رشدي، فحرتك عشان خاطري. خد خدوا يا حضره الضابط على المصحه، انا مكلم الدكتور هناك. عم رشدي خدوا. اما انت وامثالك فالقانون هياخد مجراه معاكم. اي حركه اضرب في المليان، ارمي سلاحك. بلغ رشدي بيقول له ان كله تمام. تمام. امال فين استاذ حسن؟ انا هو سعاده البيت، لقيته مني موجود معانا. الحمد لله. انت حسن؟ ايوه انا حسن. يا مجرم اعدام ان شاء الله. حرص الحاجات دي. تمام. اتفضل معانا يا استاذ حسن، في عربيه بره هتوصلك. طيب لحظه واحده هتظبط، هجمع اوراق اخر تحقيق عملته. الحمد لله احمد يرتب الحديد، وده اللي ساعده على العلاج وكمان والده.
يعني حضرتك دلوقتي رجع لطبيعته؟ بنسبة كبيرة جدا. حضرتك عملت مجهود خرافي في القبض على عصابة فرغلي ده. ده توفيق من ربنا يا ابني. ثم تعاون وتضحية الأستاذ حسن. حسن اللي هو والد أحمد. اتأخرت عليا يا ماما. أنت كنت فين من زمان؟ يا ريتك يا ريتك كنت فاضيلي من الأول. معلش يا عم. أنا كنت معتمد على ماما. أنا بحتاج لحنان الأم زي ما كنت برضو محتاج لحنان الأب وحكمته. أنا كنت بحتاج لك يا بابا زي ما شغلك بحتاج لك. لكن للأسف حضرتك في وسط مشاغلك نسيت إن ليك ابن لازم يكون له نصيب من وقتك. بابا أنا جزء منك. كل اللي كنت بعمله ده كان عشان يمكن أكون نسيت مشاكل أسرتي الصغيرة، بس ده كان عشان الأسرة الكبيرة بلدنا وعشان شبابها. والحمد لله إن ربنا قدرني إن أشارك في القبض على عصابة فرغلي. شيء غريب إن العمل اللي حضرتك اديت له عمرك كله جه في النهاية وقال لك متشكرين وحضرتك دورت على عمل تاني. لكن أنا يا بابا مش ممكن في يوم الأيام هاجي أقول لحضرتك أنا محتاج أب تاني. أحمد أنا لما اتحلت على المعاش فده كان عشان الشباب اللي زيك يتقدم ويتحمل المسؤولية ويكمل المشوار. هكمل المشوار بس وأنا طول عمري حاطط عيني على أولادي. وقبل ما أفكر في مشاكل الناس صدقني يا بابا هحل مشاكل ولادي دول. الحمد لله على سلامتك يا احمد يا ابني. انت جيت لوحدك يا رشدي ولا ايه؟ لوحدي ايه يا راجل عجوز؟ ده انا جاي ومعايا الاذاعه والصحافه والتلفزيون. الدنيا مقلوبه على التحقيق الاخير اللي انت عملته. شوف بقى انا مش ممكن بعد كده هعمل احاديث صحفيه ولا هعمل تحقيقات تاني الا لما احمد ابني يخف ويخرج من هنا ايدي في ايده وهو راجل سليم زي الاول. يا ريت يا بابا يا ريت. اتفضل يا عم. لا انا مش هركب، انا عاوز اتمشى شويه انا واحمد. عندك مانع يا احمد؟ لا ابدا يا بابا. بعد اذنك يا بابا. اتفضل يا حبيبي. يلا. بقول لك ايه؟ تسابقني يا احمد؟ يا بابا ايه اللي حصل يا ابني؟ انا متاسف يا بابا ما قدرتش اجري. اخسر على الشباب بقى كده. معقول راجل عجوز زي يسبقك انت؟ انا محرج من نفسي قوي بس اوعد حضرتك يا بابا ان شاء الله ان شاء الله هسترد صحتي. ولغايه ما تسترد صحتك انا هستاذن منك واروح البيت جري عشان اكتب اخر تحقيق عن الادمان اللي بيدمر شبابنا. تاني يا بابا بابا بابا.